بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. لا خلاف على حرمة الخمر وما ينجر عنه من آثام وأضرار للفرد وللمجتمع، كذلك الحال بالنسبة للمخدرات والمؤثرات العقلية. وقد أدرك العالم بأسره خطورة هذه المواد وإن متأخرا. شباب اليوم هم الأكثر عرضة لمخاطر هذه المخدرات وهذه الخمور بسبب تفشي تجارة هذه المواد في أرجاء العالم وتقديم عروضها عبر وسائل الإعلام الرقمية الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي. سنناقش هذا الموضوع خلال سهرتنا لهذه الليلة، وكذلك نرحب بضيفين الكريمين الفقيه نمرابط والمحمد لمين، كما نتناول الموضوع من الجانب الصحي إلى جانب مواضيع أخرى مع الدكتور يعقوب والمحمد الصغير أخصائي جراحة الأطفال. قبل الخوض في تفاصيل هذا الموضوع نترككم مع الفقرة الأولى من السهرة الرمضانية وهي المحضرة. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم جنودي ما أعبد لكم لكم وليجني. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جاء نصر الله والفتح. رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. امرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون.
واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم.
إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا توب آبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. حسبك. صدق الله العظيم. نفعنا الله جميعا ببركة القرآن الكريم. قبل أن نلجأ إلى موضوعنا الرئيسي في هذه السهرة والخمور والمخدرات وآفاتها على الفرد وعلى المجتمع، نستمع إلى العنصر التمهيدي الذي أعده الزميل يبا والملاي الحسن. الدين والنفس والعقل والنسب والمال والعرض ثوابت سعى الإسلام إلى الحفاظ عليها، بل سعت كل الشرائع السماوية إلى ذلك، ومن أجل هذا وجدت الشريعة الإسلامية وجاءت أحكامها وحدودها لئلا تمتد يد الظلم إلى أي من هذه الثوابت أو الضروريات حتى لو كان المعتدي عليها صاحبها نفسه. ويعتبر العقل من أهم هذه الضروريات، إذ هو جوهر إنسانية الإنسان وفيه يتجلى تميزه عن غيره من الكائنات، وهو مناط التكليف وبه التمييز والإدراك. وانطلاقا من ذلك وتأسيسا عليه، حرمت الشريعة الإسلامية تحريما باتا كل خمر وكل مخدر أو مغيب للعقل مهما كان، ورتبت على فاعل ذلك عقوبة شديدة للردع والزجر والحفاظ على عقل الإنسان وتفكيره بعيدا عن الضياع والسكر والفجور. وأضرار الخمور وآفاتها بادية للعيان، فبمجرد غياب عقل الإنسان ووعيه وإدراكه تفتح أمامه أبواب كل الآثام، ويضيع في متاهات المفاسد، وتغيب مع عقله كل الأهداف التي من أجلها وجد، وبذلك يتحول من الإنتاجية والإيجابية إلى السلبية والعدوانية، سلبية وعدوانية تتجاوزانه لتفسد المجتمع وتعبث بعقول أبنائه ومؤهلاتهم، فتنعدم القدوة الحسنة ويضيع مستقبل الأجيال، إذ لا مستقبل بدون علم ولا علم بدون عقل. فكيف يتم تحصين الشباب المسلم في وجه الخمور وانتشار المخدرات؟ وما هي الوسائل الكفيلة بالحفاظ على الفرد والمجتمع ضد آفاتهم المدمرة؟ شكرا جزيلا. شكرا كذلك للزميلة عائشة متعالين التي ترافقنا في لغة الإشارة. الأستاذ الفقيه المرابط محمد دمين، هل من توطئة مبدئية حول حرمة الخمور والمخدرات ومخاطرها خاصة على الشباب ومن خلاله على الفرد ككل وعلى المجتمع عامة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم، والحمد لله رب العالمين. كما أشار المقدم في هذا التقرير الذي قدمه، الله تبارك وتعالى قد أنزل هذه الشرائع لتحقيق سعادة الفرد في الدنيا وفي الآخرة،
هي الغاية الوحيدة التي جاءت الشرائع السماوية من أجلها، أن تحقق الإنسان سعادته في الدنيا وسعادته في الآخرة. هذه السعادة في الدنيا إنما تتحقق من خلال الحفاظ على مجموعة من الضروريات أجمعت عليها كافة الملل من لدن آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الضروريات هي بالإضافة إلى الحفاظ على الدين، الحفاظ على النفس، الحفاظ على العقل، الحفاظ على المال، الحفاظ على العرض، الحفاظ على النسب. هذه الأمور التي تتعلق كلها بجوانب كينونة الإنسان واستمراره، نفسه، عقله، عرضه، ماله، نسبه، هذه الأمور كلها تؤكد من طرقنا منه، وهو أن الشرائع السماوية جاءت لإسعاد الفرد في الدنيا. فهذه ضروريات صنفها العلماء فيها أعلى مراتب الإلزام الشرعي وأعلى مراتب الواجبات، ولذلك بأن كل ما يخالف هذه الأمور من الأوامر والنواهي يترك من أجل الحفاظ على هذه الأمور. أنا إذا كان الأمر واجبا وكان وتبين أنه يضر الآن بالنفس أو يضر بالعقل أو يضر بالمال وما إلى ذلك ارتفع وجوبه. أنا هي مقدمة على جميع التكاليف الشرعية، هذه اسمها بالضروريات وأجمعت عليها كافة الملل. الجزائري يقول: قد أجمع الأنبياء والرسل قاطبة على الديانة بالتوحيد في الملل، وحفظ نفس ومال معهما نسب، وحفظ عقل وعرض غير مبتذل. لذلك فإن هذه الدوائر التي اتفقت عليها كافة الشرائع السماوية، إذا عدنا إلى الشريعة الإسلامية نجد أن جميع المحرمات الشرعية إنما تنطلق من المساس بإحدى هذه الدوائر. لا محرم في الشرع إلا وهو يمس بالنفس أو يمس بالعقل أو يمس بالعرض أو يمس بالمال أو يمس بالنسب، ليس ذلك محرم إجماعا في جميع المسائل الفقهية. كل المحرمات، لكن السيد الفقيه ربما يكون ما يمس العقل يمس مجمل الأطراف الأخرى. على كل حال، هذا الموضوع الذي نتحدث عنه صريح في المساس بالعقل مباشر للعقل، ثم إنه أيضا يمس البدن كما سيبينه الطبيب. لأن في الحقيقة هذه المسائل تضر بجسم الإنسان وبصحته، وضررها بالعقل ضار مباشر لأنها تغيب العقل بصفة مباشرة. وانطلاقا من هذا، فإن منع هذه الأمور أصبح من الضروريات الشرعية اللي مجمع عليها كافة الشرائع السماوية، لأن هذه المسائل اللي هي ضررها مباشر بالعقل وضررها أيضا كذلك على البدن، هذا مؤكد من الناحية الطبية، وضررها بالعرض لأن ملاها صاحبها أصبح على كل حال عرضة للممارسات المشينة التي تؤخذ بالأعراض الأعراض، وضررها بالمال واضح لأنها مهلكة أيضا للمال بالنسبة للفرد وبالنسبة للمجتمع عموما. وضار إذن هي تضر بجميع هذه الدوائر بأكملها. دائرة العقل هي الدائرة المستهدفة بصورة مباشرة ومدركة لأنها تغيب العقل مباشرة، والدوائر الأخرى أيضا تضر بها جميعا تلحق بها الضرر. فهي إذن حرمتها متأتية من كونها انتهكت كل الضروريات التي أجمعت عليها كافة الشرائع السماوية. النصوص في هذا أيضا كثيرة وواردة. حديث أحمد الذي موجود في مستدركه والذي ورده الترمذي، حديث أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر ومفتر حرام، معناها كل شيء يؤدي إلى الإسكار، معناها تغيب العقل، يؤدي إلى الفتور وهي مرحلة دون ذلك، هذا حرام. والنص الصريح أيضا في أن حرمة الخمر المنصوصة في القرآن إنما تأتى لها ذلك من كونه يسكر، كونه يغيب العقل، كل ما أسكر فهو حرام. هذه المخدرات طبعا لم تكن موجودة في العهد النبوي، وحتى في عهد الأئمة الأربعة لم تكن موجودة، لأنه ظهورها بدأ من آخر المئة السادسة وأوائل المئة السابعة، ولكن أصل منعها كان موجودا لأنها مضرة بهذه الدوائر التي قلنا بأن جميع الشرائع السماوية عن شريعة آدم النبي صلى الله عليه وسلم مجمع عليها. ثم إن النصوص الشرعية التي حرمت الخمر وحرمت كل ما يسكر وكل ما يفتر وكل ما يخدر، هذه أيضا محرمة لها، لأن في الحقيقة هي تؤدي إلى هذه الأمور كلها، لأن منها ما يسكر ويفتر معه ومنها ما يفتر. إذن على كل حال هي لا شيء منها يخرج عن هذه المواصفات الضوابط التي أكد الشارع أنها أن سببها هو التحريم. وهي طبعا أنواع كثيرة جدا، ويبدو أن أول ما ظهر منها هو الحشيشة، ثم تتالت بعد ذلك أنواعها وأنماطها،
وكلها طبعا مؤدية إلى هذه الأمور. فهي إذن من الناحية الشرعية أمرها محسوم، لأن فعلا مضر بهذه الدوائر التي حماها الله تبارك وتعالى للإنسان من أجل بقائه على هذه الأرض واستخلافه فيها وقيامه مسؤولياته، وهي طبعا مضر بجميع هذه الدوائر ومضر بدائرة العقل التي هي أهم هذه الدوائر، لأن العقل في الحقيقة هو العنصر المميز للإنسان. الإنسان في الحقيقة ما يميزه عن الكائنات الحية بصفة عامة هو العقل، لأنه في الحقيقة هو الخاصية كما يقول ما تقال الفصلية للتفصيل الإنسان عن غيره من الحيوانات. فإذا مس هذا العقل وهذه الخاصية فإن الإنسان قد التحق بدائرة الحيوانات، أصبح يتصرف تصرفا غير عاقل، تصرفا سوف يؤدي إلى انهيار كل القيم وانهيار كل الأخلاق، وسوف يؤدي أيضا إلى إضرار بكل المصالح العامة مكفولة الإنسان مكفولة المجتمع ككل. وهي في الحقيقة المخدرات هذه مثل الخمر في ضررها وتزيد عليها، لأن في الحقيقة المستوى الذي يلحقه بالمجتمع من الدمار المادي الدمار الأخلاقي هذا في الحقيقة أشد مما يلحقه الخمر. إذن هي إذن من هذه الناحية في الحقيقة هي الموقف الشرعي منها موقف محسوم، محسوم من حيث أصول الشرع ومن حيث الضوابط الشرعية اللي مجمع عليها كمن عليه الشرائع السماوية كلها، ومن حيث النصوص أيضا الواردة بخصوص هذه الأشياء التي تسكر والتي تفتر والتي تخدر من الأحاديث الصحيحة. ممتاز، إذا شكرا لكم جزيلا على هذه التوضيحات الفقيه المرابط محمد لمين. مشاهدينا نتابع فيما يلي عنصرا طبيا أعده الزميل شيخنا والأحمد والمتعلق بسهرتنا لهذه الليلة. يعمل جراح الأطفال على تشخيص المشاكل الجراحية ومعالجة التشوهات الخلقية لدى الأطفال، وتقتضي مهمة جراح الأطفال تشخيص المشاكل التي يتعرض لها الصغار قبل الجراحة وبعدها وتصحيحها، والعمل على أن يعيش الطفل سليما من أي اختلالات صحية قد تشكل خطرا على حياته، وهو ما يتطلب مستوى كبير من الرعاية وتطور الوسائل المستخدمة، خاصة حينما يتعلق الأمر بالتشوهات الخلقية لدى الأطفال حديثي الولادة. ومن بين المجالات التي يشملها تخصص جراحة الأطفال الجراحة العامة وجراحة المسالك البولية والجراحة التمثيلية جراحة العظام والأورام. ففي أي مرحلة إذن من مراحل هذه الأمراض يكون التدخل الجراحي ضرورياً؟ وما هي الظروف التي تجب مراعاتها في هذا النوع من الجراحة؟ وما نسبة احتمال نجاح العمليات الجراحية للأطفال؟ شكرا زميل شيخنا. إذا نتوجه إليكم دكتور يعقوب الصغير أخصائي جراحة الأطفال ربما للإجابة على بعض هذه التساؤلات التي وردت في التقرير. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. كما أردت في التقرير الجراحة جراحة أطفال لكن عرفوها هي الجراحة اللي حكمت اللي تمس الأطفال في جميع الأجهزة، الجهاز الهضمي، جهاز مسالك البولية، جهاز الصدر والرئتين، والجهاز التناسلي عند الإناث، والجراحة العظام، وبعض الجراحة الأنف والحنجرة عند بعض المراكز. هاي الجراحة تعقيدها يتمثل في أنها جراحة تمس الطفل، والطفل كي تعرفه يمر بياس المراحل من الخلاقة إلى الشهر، يقولوا له رضيع وأمراضه عندهم أمراض خاصة وكثريتها تشوهات خلقية، وهي تشوهات خلقية فيها تشوهات خلقية لا بد أنها تداوى عند الخلاقة وإلا في الموت محتوم. فيها صشي يعود إدواه بصفة نهائية، وفيها شيء يعود إدواه بصفة مؤقتة، معناها نعدلوا له فتحة ولا نعدلوا له عملية جراحية مؤقتة ياك تلحقنا بعمر عود متعذب العملية الخلبية اللي فرفت عود معقدة حتى ما هذا قد تعدل في ذاك السن. فيها من ناحية إنعاش، فيها من ناحية تعقد العملية نفسها، وإني الشيء ذيك المرحلة عند الخلاقة الأغلبية يعود جسمه ما يقد يتحمل ياس التخدير به اللي الأجهزة سبتو الكليتين والكبد اللي مسؤول عن إخراج هاي السموم وهاي المواد التخدير ما يقد يتحمل منها ياسر، وبالتالي ما نقدر نعرضوه فترة طويلة عند هذه الجراحة.
الشيء ذاك مبني نعود نعدل ذاك به اللي ما العملية نفسها قاع لا بد لها من دقة والدقة ما قد تعدل ذاك الوقت. بالتالي نعدل عملية مؤقتة لكن نمكنه من الحياة عن طريق مثلا إيجاد منافذ ياك تنفس بيها والله ياك عضم بيها ولا ياك يبول بيها ياك تلحقنا للمرحلة اللي قد نعدل فيها دو النهاية. هم مرحلة أخرى ما بين شهر إلى عامين هذا يقولوا له الرضيع، وهذه ما لها عندها يزادها أمراض هي شيء وشم التشوهات اللي ما ظهرت عند الخلاقة تظهر فيك مرحلة شم ذاك، وهم شيء من الأمراض الأخرى اللي تجي عقب ذاك فيها شيء أورام وفيها شيء أمراض التهابية وفيها شيء تشوهات خلقية ما هتجبر العلم هذا قاعد يجبر لها سبب. عقب ذاك يجي الطفل من بين سنتين إلى 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 حكم 16 سنة هذا يقولوا له الطفولة الكبرى، وهذا النوع من الحالات عندهم أمراضهم الأغلبية هي عبارة عن تشوهات اللي ضعيفة، وهذا نوع من التشوهات الضعيفة الأغلبية يعود ما عنده خطورة كبيرة على الحياة، وبالتالي تقدم مثلا أي وقت تداوى. وهم أمراض التهابية اللي تعرفهم رمضان الزايد كيف تكسور كيف مثلا التشوهات الخلقية في المساكن البولية اللي مثلا ما هي حادة حتى، وبصفة عامة يعني حد همه مثلا يعدل ترخيص يجد حد يقول هم حالات استعجالية لا بد تداوى في الوقت، وهم حالات ما هي استعجالية لا بد لها من استراتيجية للدواء. هذه استراتيجية فيها شيء كي قلت لك يعود عن طريق عملية والله انتين والله لا شيء بذاك، وفيها شيء يعود عن 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 طريق عملية استئصال كي الأورام كيف مثلا الكسور وكيف كيف مثلا المصران الزايد والمرض التهابية اللي شيء بذاك تخلق للأطفال. من ناحية الظروف اللي تكتنفها ظروف خاصة ما هي كيف إجراءات بيشير ضعيف وإنسجته مزال ضعيفة وتركيبته الفسيولوجية مزال ضعيفة، بالتالي لا بد يعود المخدر إلا يرقد ولا يبد يعود ماهر به اللي في ظرف 30 دقيقة ينين ما يجبر الأكسجين يقد يمشي في الوقت اللي رقاجه كبير يقد يخلق له مثلا نقص في الأكسجين مدة قريب من ساعة ولا نص ساعة يتحمل جسمه ذاك يشير ما يقدر يتحمل ذاك، وكل ما عاد أصغر كل ما عاد يقولوا له لا ريزيرف ريسبيراتوار معناها خزان تنفسي عند ضعيف حتى زد عليه أمر الدخل بأن رجازك كبير تقد مثلا تنعشه وتقد تجبر الوقت إياك أنك تسترجعه الشيء ذاك 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 ضعيف. بالتالي معناها التخدير لابد من التخدير معروف له شيء لا بد يعود مخدر يعود هو نفسه عدل تربصات لا تخدير الأطفال، وعاقب ذاك مالي لا بد لهم ينعاش به اللي يشير ما هو لا يشكي ولا هو لا هي لين يقول دق وقفت ولا هو لا هي، وبالتالي لا بد له من رعاية تعود شاملة وتعود مجموعة طبية كاملة متكاملة من ممرض إذا كيت لك المخدر إذا الجراح ونحن هون الحمد لله في موريتان نطمن بأن في مركز الأمور والطفولة في الوقت الحالي عندنا يقد حد يقول عندنا الحمد لله عندنا تخدير ما شاء الله ما خاص عليه شيء، وعندنا عندنا إنعاش مملي للأطفال حديث الولادة والعمليات معقدة الشيء ذاك اللي تعود تقبل سبع على سبع سبع ولا بد لها مرافقة مدة أيام سابق يعود يقد ينحجز في الأقسام العادية اللي مثلا ما فيها رعاية فيها أقل تركيز. والحمد لله عندنا مولي مجموعة من جراحين، وبالمناسبة أن في 2015 حاجة اللي بنعود رفعنا أربعة والله ست مرضى تو الخارج ولا رفعناهم بإلياس بيدي حالاتهم حالات تستوجب إنعاش معقد، وذاك إحنا ما فاتنا عندنا إنعاش مثلاً ما فات عاد بيك ذيك درجة من الدقة ومن وانت رأيك كانكم أيتوا مثلا تستعانوا مثلا بأخصائيين نفسيين خاصة الأطفال يخلعوا ولا يعرفوا عن محدد مصيرهم ذي العملية مثلا والله شيء داروا عليهم خاصة مولي في ظل قلق الأمهات وضغط كبير ما هو كي رقاش كبير. سؤال جيد، هذه المريضة دائما أطرح عليها التركيز به اللي شفت نحن أنا أول حاجة اللي أول ما جينا هون تياها في موريتان كنا العائق اللي عندنا أنه ما عندنا قسم الأطفال، وبالتالي يشير تجبره يشير وكيه انه خلق والله ابو شهر رافته امه ومعاه الراجل ابو 70 والله 80 سنه وشو ذلك يداوى ينكرد معاه، وشو ذلك حتى المخدرين اللي يتعاملوا معاه ما هم متعودين عليه يتعاملوا معاه يشير، وبالتالي هم ياسر من من, من الامور اللي ما كانت في الوقت الحالي الحمد لله. نحن نفسنا تكوين نحن كجراحي اطفال عندنا ذاك الطابع اللي قبيض مخلاق يشير مداعبته سابق دخل عمليه
نحاول نثير انتباهه عن العملية، والله ندوا له العاب وش امور ياك تسهيه عن العملية. هم امور اخرى زاد ايش يقولون لهم لي بري ميديكاسيون، معناها ادويه ايش ذاك نعطاو لهم اللي ياك يخفضوا ذاك القلق اللي يخلق لهم سابق العمليه. الامهات والله يسمح الحق والديه انهم دائما 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 مخلعات غير مولي. الحمد لله احنا دوله اسلاميه، وهذا كامل الاساسي بان الام ولا الام والاب ولا الاسره كامله تعرف انها ولها في ايادي امينه. هذا هو الاساسي في الحمد لله عندنا احنا المسلمين. نصارى حق عندهم ياسم الامور، ياسم الجلسات، وعندهم اخصائيين نفسيين للاطفال اللي بيدوبسيكياتر يقعدون معي الشير سابق العمليه والعمليات اللي معقده والاورام اللي شي ذاك عقب العمليات لا يتغير شكل الشير شي ذاك، وذاك قطع عنه يستوجب انه يعود يصطو شي ذاك يعني سرتو تترك الكبار صغيرين ما عندهم مشكله غير كل ما عاد يشير اكبر السنوات الى 10 الى 15 كل اي تغير يخلق في جسمه يقعد يصدمه، وذاك ذيك الصدمه شي ذاك تعود نهائيا تخسر مثلا عقله تخسر مستقبله. نحن الحمد لله ما ذيك المشكله ما نجاوبينها بكل شيء يترك مع الهم طابع الحمد لله الدين، غير للاسف ما فتنا عندنا الدرجه اللي عندنا مثلا دي بسيكياتر في اقسام الجراحه وذاك وقع على قسم واحد غير بعد الحمد لله مثلا ما قطرينا مشاكل من شكرا دكتور يعقوب الصغير اخصائي جراحه الاطفال. فقرتنا المواليه هي وقفه مع رسام والزميل بونا الدف لنرى ما الذي حضر لنا بونا هذا المساء. شكرا. مساء الخير بونا. مساء الخير زميلي المتاجر، ورحب بك ورحب بالضيوف الكرام كما ورحب بالمشاهدين. الليله عندي هديه لتلاميذ المدارس بعد سنه من العطاء، وهديه للمعلمين واباء التلاميذ. عندي شمل اعمال يدويه لوحه اللي نجهزها لكم ان شاء الله، راه ما انتهي ان شاء الله ساتصل بكم. اتمنى ان تنال اعجابكم واتمنى لكم صوم كريم. مرحبا، رمضان كريم. شكرا بونا دف. لا شك أن تلاميذ المدارس سيفرحون بهذه اللوحة، خاصة أنهم كانوا في جو مسابقات، خاصة مسابقة سنة دخول السنة الأولى الإعدادية التي مرت أمس واليوم. الآن نتحول بكم مشاهدينا الأكارم إلى فقرة جاليات مع الزميل محمد دلمين والعبد الله، وهي فقرة ترصد طريقة عيش الجاليات المسلمة في موريتانيا خلال هذا الشهر الكريم، طريقة الصوم، طريقة الإفطار، طريقة التعامل خلال هذا الشهر الفضيل. مع دنو ساعة الإفطار تكشف هذه الأطباق عن كل ما قد يرغب فيه الصائم من طعام أو شراب. إنه الإفطار على الطريقة المالية، يجب أن يكون الطعام بوفرة ليجتمع أكبر عدد من الصائمين حول مائدة الإفطار. تلتقي في ذلك التعاليم الإسلامية وأصول الضيافة المالية العريقة خلال الشهر الكريم. يكثر تنظيم إفطارات جماعية كهذه في صفوف الجالية المالية بنواكشوط خلال الشهر الكريم. بالنسبة للمجتمع المالي المسلم تلك فرصة للم الشمل والتواصل مع أفراد الجالية، هي أيضا فرصة للاستمتاع بنكهة الأطباق المالية الرمضانية التقليدية. لهذا الشعب العريق ثقافة ضاربة في التاريخ مع الوجبات الرمضانية. لصلاة الجماعة مكانتها في الإسلام، لذلك يولي لها المجتمع المالي المسلم عناية كبيرة. بعد الصلاة يحلو الحديث بين الأخوة وأبناء الدين الواحد، ولن تعدم بين الأشقاء من يجيد لغة الضد. بالنسبة لنا في رمضان الكريم شهر الله المبارك خاصة للماليين، نحن الحمد لله رب العالمين نحمد الله الكريم، ما عندنا أي مشكلة، نفطر كما يفطر الآخرون، الحمد لله نحصل على المأكولات التي نريدها، يأتي من أي جهة نجدها إن شاء الله. قد يكون فيه فرق بيننا وبين المرتانيين كما أشرنا لكم في هذه الأطعمة، فيها ما ليس يوجد هنا، ولكن هناك بعض الأشياء كالتمر وكسكس وغير ذلك من كالبطيخ، كل هذا يوجد هنا. أما الآخرون قد يكون فيه الفروق وقد يوجد فيه بعض الناس، على كل حال هذا الذي فرق بيننا وبينكم في من الأطعمة. أما شراب فواحد. إذا كان هذا بالمجمل لقاء وديا وأخويا خرجنا منه بخلاصة مفادها
أنه لا حدود عند الأشقة الماليين عندما يتعلق الأمر بكرم الضيافة. من هنا أنقل إليكم تحيات الجميع وأقول لكم كما يقول الأشقة الماليون سنكالو. أعتقد أنها صوما مقبولا هكذا ستكون. إذن مشاهدين الكرام تابعنا فقرة جاليات وهي كانت مع الجالية المالية والتي استعرضنا خلالها طريقة إفطارهم وتعاطيهم مع هذا الشهر الفضيل. نتحول إلى الآن إلى فقرة اللغات الوطنية وهي من تقديم الزميلة مانتيتا جاغانا مع ضيفها عيسى السوماري وأعتقد أنها باللغة السنوكية. mare musoninko arusun musoni kan xamu kanu o taxu xan ngani kebe ilenki kendi emission be katina dangani al khayma ramadani o li taxu kenya ilenki ilenki sunkenga o gadi be bismillah kuna ya gani gele docteur isa sumare ya gani gele dentiste ya gani gele kamba jaran dana ro hogatu laqe mbatenga ken kuna ona honne ko kebe nyiga kebe sugani ga dangi gele sunke ken gondi hebe ka tagi gele faqih be khiri ken ga tinga na gele ga hebe khil mukhadjarat ya gani gele drug nga ya ga hebe bonondi ni hada mare menga be ka tagi haqilen karanga aro gele na buren karanga aro sahan karanga aro gele anyanginga dunano kondi aga kebe bonondine aro hibe gatinga na gelli jarandana be gadariti ya gani jarandana be kasikiti gelli leminanga tun jarandenga ya gani gelli shirjinga hibe kata gelli pediatri nkaranga akhadiga mu moko siringa hibe ga kata gelli ke jarande khibarenga kin kuna docteur Isa Sumare bismillah ando mare mun nami koni Omar mun koni ndogoni docteur Isa Sumare dentiste nga maka khabo wa otini sumendo khairi alaga no sumulaka ken kuna na wadi moko sidinga docteur Isa Sumare ko ngada ko moko beke sun kaso kallangunte no gondi pour mari mun na me ko ni wodi gampana ngani ke be kenya yelli kama kallangunte ke yaga no sumundi sumulaga ana bati ko kasuraka ko suka manto undangani ana yampo maka zunubun binu gadangi nga mun dinan tirindi tirindi hanabe kenya hibe gatinga na gelli ke sun kaso kallangunte be gando gondi ko watu nan tiki nga yiga entadi kha uronga yiga nanga ba moko siringa situ be kata gelli sukaram pinun karanga adu mini jinun karanga kin kuna an katul mani ko Allah kata mare munga ho ga tingana kata gelli o ga hubi be dabarni aga katuno o kambenga asaha itimandi no dangana bismillah rahman rahim nga message be wala kati mare munga bien vrai sumo ka sunyani e ki mu mangot foyi gana kawuro o sukurni gande yam fu a fofo maintenant a question ke gen kebe at prévention comme o kat man de berni o wan khawo o la kundo o kambon tangana kade taxun e o gi kan taxun ak nda kha fo bu non dine bon prévention ke gen ke igatin kebe itina hygiène bucco dentaire a base ni kenya hygiène bucco dentaire kan manni gelli la wanki kata fotana fotana e la wanki ki ga mogni yani mogni yan la wanki ki e sukur ni gandu ko c'est pas imi interdo sukur ni gande a interdini serebe si vraiment il est ak déclaré diabète moy wala fotana watana e docteur natay anam ma sukur ni gande ga mais sukur ni gande ke sergebe kon igatin temor ngu kambu mononini sokolani kambu mononini mais ce n'est pas le cas afit ro ke int kambu ko bononini mais kebe ga kambu mononini sukur ni gandu ko yige falle anna ko man ni de barni voilà kambu ko bono hakatim bakirin kia parce que fume vegan suma khaso ke bacterie ni beni ga kambu ko bononini c'est des bactéries tina ko nga c'est des bactéries anaérobiques iku ibrine fank brante ngant lakin dimabe lakin trente aga sum khasonga o lakunga iuni mu gobo magabo kiye ki muma kiye ki muma bien vrai harou mu la constater de dubati e o lakku utimi tonguñe ha maintenant prévention ku gen kibe a prévention su sun manne la wanki la wanki sune angana yigi katambu chan sumun tof nat gel wuron fina katambu sox
ana lakkel ka na brosi ana brosi maga khura o ko gir maga ngonat maga labi oy mais e wuro nyan king yille ngena kira angana sumun tof angana yige tujus katambu ci ani ndebra ya ngana sukhuri katambu ci ani tang an sumun tapa ana giri ana lakkam brosi ana lakkam brosi maga maga khura maga labi wala maga labi voilà et kankati anan sumun tofu ana to ansan sumun maintenant toute la journée là Allah qu'elle la maintienne angana yan sumun kutu il suffit de prendre de l'eau rek ana jiwtana lak nga ci ankite nda c'est bon mais yigi fallu quoi yigi falli ke il faut qu'ana lak ke yank fiya maga khura ana an il faut qu'ana wanka ma khura mag labi et s'il faut ana rakati docteur ana patini safanang ana tanang c'est césar de pat ke paddo ke pat anan ko kunyawtu ana laqinga te selon le besoin ana yampi ma est ce qui rata sinde en rondi est ce qui kambuku son qaso ken ko kiani watuna ngabi kita wala gani ka rata sinde da bari difference ki naga son qaso palle ar son qaso ken ko way da ngana hay son qaso ke suruku sukara yiga kiya ke be baka wurum mu manni ga yanyani si rata sinde da bari ga ken son qaso ken ko o gir ke be constaté son qaso akambi akam bankara yam fu son qaso ko fet kebe e kenkite manne akite fenomeki ngati les bactéries anaérobiques parce que bactéries ko ga brain kebe braina du moment que oxygène ganta lakki oxygène ganta lakki yo fank brain de ganta ron lakki ki haqite an iku ibri haqde ni ki haqite e sum qaso ko fet haqde be pourquoi wuronga o gatin tu wuro mum om khenge wuro mum kanga serem khenge kelim ne maka kanga serem khenge madame maka docteur il faut qu'on afaye ak ten ko mo ndambo parce que c'est des bactéries anaérobiques donc sum qaso nga o la ko ñun to fessri obligatoirement il y a il va manifester ken haqde ya e le matin dispensaire nuko do hôpital nuko malgré sum qaso ngene mais il faut ko maka inarina dikuntum way inati kuntum legi sumun kutu kha kambondi tor akitenkia mais a solution ngene kebe il faut qu'on a prévention à reveri katti aqati mutiri aqati billakini ken prévention be anga kono ken nimani exactement prévention ke maga kono ken ni exemple kat sumu kha sumu kiri kambu buru bene galaqe anni jara e kunjara ne ndangem falle kat sumu kha sumu bon bané ki ngi la wanki ki ngi har sum xaso fi kenna xaw wanki na waxa kenna xaw yana tout temps ma nga ñago biné yaterani mo ko 5 minutes ngi nante li xane war ni laq nga no ke nga fe o met ke nga mais ani yana wuro les 3 fois là anglan 3 fois que au moins la nuit wuro ana laq nga très bien et tu te brosses Yuanga ki brossage pe konno onya munda ana est-ce que c'est possible anga la démonstration le meda bar no rangani bi ka tagi li kamba wanki yenga waye il y a pas de problème ki nga alla wa micro ki kindinga na raga ndangani comme table gante donc ana expliquer mari mukura honne tan waye kan ni ko ga yankini mo gobe anga na yalla ki brosseni annan ko brosse mutu kamunya kamu kata wuredu angana kamu kamlu ngamu ko ngin anutu kamu kya kun katururu kata wuredu katururu mais anna ma ganya kun non kunu fe anga to kono pour ana force le non ki fe doucement anna gir kamu ke kata wuredu e fonno ko ke ga ani ya Allah te gi wuredu ngay kata kamu non angana gir wuredu kat kamu ke nga kambe ke jogine dignaki ani digna ki jogina non seulement angana mexebe be digna ki xakama anu kambuku kama anu digna ki wuriya mais angil digna ki ya gelgel kamu lokki kata wuredu kata wuredu e ani yan kunda e kambuku yimu kama ani ya kundu keni kambuku uranga ko benu yan kene yo kamu ken kamdu kambu quoi après anu kunyan kunda maintenant wuro anaya kunu anu su yan kanyan kunda kha anu ma kanya kundu angana nya kundu ken kanama ni hoda bari par ken digna ki yara gana aga munen kutu kutu par des millimètres près mais en ken tu vas même pas te rendre compte en ken natan digna nga en ki digna nga kutu ko efene be ataga ngambe nyogo yogo addo fi ak ten ya ni yankin di moko ki anda sababu yankin moko ki anda sababu wala kam do sadi ngene kam do sadi lone yogo no so ya kunu il faut ki na nya forcer non c'est pas comme ça tu fais ça doucement
شكرا للزميلة مانتيتا جاغانا وضيفها عيسى سوماري. في فقرتنا الموالية ضمن هذه السهرة هو الإقبال على الأسماك في رمضان ضمن فقرة في رمضان مع زميلة عزيزة سيد أحمد. عشرات الصيادين التقليديين يبدأون رحلتهم اليومية باتجاه المحيط الأطلسي لصياد ما يجود به البحر من خيرات سمكية ينتظرها بعض المتسوقين ممن فضلوا شراء الأسماك التي يرون فيها بديلا عن اللحوم الحمراء في تحضير الوجبات الرمضانية. سمكهم ما شاء الله موجود وزين وصحي، والأول يلتو يتم ينتقل في رمضان بلي البيك وجبات البيكة وطرية موريتانيين كامل الحمد لله يوكلوا وقالي وعزيز وما شاء الله ما هو مطروح ناس كاملة تعملوا. يرى بعض الباعة في السوق أن الإقبال على شراء الأسماك يتناقص في رمضان مقارنة بالفترات الأخرى، مما يدل على أن استهلاك الأسماك ما زال قليلا مقارنة باللحوم الحمراء. كلي أنا مامو ياسري رمضان ورك نقدم بيه تقريبا، أنا إذا اللي بعد نقدم بيه تقريبا 20 كيلو يوميا، لكن ما يلبى سابقا نقدم بيه 60 كيلو 50 كيلو 100 كيلو. رغم الفوائد الغذائية والصحية للحوم البيضاء وخاصة الأسماك، ورغم تحذير الأطباء من الإفراط في تناول اللحوم الحمراء، ما زال أغلب المواطنين يعتمد بشكل كلي على اللحوم الحمراء وخاصة في رمضان. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، نعود إلى موضوعنا الرئيسي وهو الخمور والمؤثرات العقلية والمخدرات وخطورتها على الفرد وعلى المجتمع. نعود بكم مشاهدينا الفضلاء إلى الفقيه المرابط محمد لمين لنسأله هذه المرة عن المسؤوليات، مسؤوليات الفرد، مسؤوليات الأسرة، مسؤوليات الدولة، مسؤوليات المجتمع للحد من هذه الظواهر الخطيرة خاصة على الشباب. بسم الله الرحمن الرحيم. المسؤولية بالحقيقة مسؤولية متعددة بكل طرف
عليه مسؤوليه في هذا المشهد. الفرد بطبيعه الحال مسؤول وكفرد عن القضيه ممنوع لانه يمارس محرمه شرعا من المحرمات اللي في قمه التحريم، لان تمس بضرورات الانسان اللي حماها الله تبارك وتعالى له. المجتمع طبعا مسؤول، لان المجتمع مسؤول عن الفرد، بالتالي هذا في النهايه له يكون في دمار على الفرد، وفي بالمحصله دمار للمجتمع، والمجتمع الحقيقي عباره عن مجموعه من الافراد. كل شيء ماس بمصلحه الفرد منها مع انه ماس بمصلحه المجموعه كلها. ثم ان هناك مصالح عامه التي تتضرر في الاخلاق العامه للمجتمع، في الاقتصاد العام بالنسبه للمجتمع، في انتشار الجريمه بالنسبه للمجتمع اللي طبعا لا تدمره بصفه عامه. اذا جميع اساسيات المجتمع هي المسائل ضاره به، وبالتالي المجتمع مسؤول ان يحمي نفسه من هذه الامور التي تضر باقتصاده، تضر باخلاقه، تضر بصحه افراده، تضر اذا بامنه واستقراره. اذا هي الحقيقه مهدده لكل، هي مهدده للامن، مهدده للاستقرار، مهدده للاقتصاد، مهدده للاخلاق العامه، مهدده في جميع الحقيقه الجوانب الاساسيه بالنسبه للمجتمع، الكينونه واستمرار وانتظام احواله، هي الحقيقه مستهدفه لها. وعلى ذلك المجتمع عنده مسؤوليه في حمايه نفسه من هذه الوباء، من هذه الكارثه. والسلطات العموميه اللي تمثل الراي الجمعي بالنسبه للمجتمع تمثل طبعا هي عندها المسؤوليه الاولى في المجال اللي هو، وهيئات المجتمع بصفه عامه اللي عندها طابع شخصيات اعتباريه، كيف هيئات المجتمع المدني، الجمعيات والمنظمات وما الى ذلك، كلها له دوره وعنده مسؤوليته جانب تخصصه في حمايه المجتمع من هذه الكارثه التي الحقيقه تهدد المجتمعات وكيان وتهدد الدول. وعلى ذلك هو كل مسؤول في موقعه، الفرد في موقعه مسؤول، لانه الحقيقه هو الهدف، هو الوسيله، هو الغايه. المجتمع ككل مسؤول، السلطات العموميه مسؤوله بدرجه اكبر، الهيئات كلها المتفرعه عن ذلك الهيئات. نعم سيد فقيه، للتوضيح فقط للمشاهد الكريم، بالنسبه للحرمه، حرمه الناقل وحرمه البائع وحرمه المشتري وحرمه من ساهم من قريب او بعيد في تفشي اي نوع من هذه الامور، كل ذلك سواء. الخمر اللي قلنا انها منصوصه في كتاب الله تبارك وتعالى، وهي المسائل اللي هي كامله داخله معها في عله التحريم اللي جاءت متاخره، هذا مساوي في الحرمه، بايعها، متعاطيها، المتعاون عليها، المستهلك لها، جميع كلها سواسيه في التحريم. انا كلها حرام على الرجاج المخدرات يبيعها، حرام عليه طبعا يشتريها، حرام عليه يسهل له المرور، حرام عليه يتساهل عندما يرى ان هناك ناس يتعاطون هذا الامر ويحاولون بيعه او شراءه او ادخاله الى البلد. على كل حال هذا كله الحرمه تشمل الجميع كله، والمسؤوليه على الجميع. انا في الحقيقه وعلى الجميع ان يتعاون على مواجهته، وخطر داهم مضر بالنسبه للانسان، وعلى الجميع ان يتعاون على حمايه المجتمع، حمايه الافراد، حمايه الدوله من ان يتطرقها هذا الداء اللي في الحقيقه مهلك ومدمر بالنسبه للجميع. بالتالي هو التعاطي حرام، والبيع حرام، والشراء حرام، والتسهيلات والنقل حرام، والتغطيه على اهله هذا كله حرام. هذا كامل الجميع كامل، كل حد ساهم من قريب او من بعيد في ايجاد هذا النوع له في المجتمع، والله في تعاطيه، والله في التغطيه عليه باي شكل من اشكال التغطيه، هذا في الحقيقه مشترك في هذه المخالفه، ويقع طبيعه في المخالفه والمسائل الشرعيه كامله المحرمه. كله دائما يعود الوسائل المؤديه اليها محرمه، وعود كل شيء يساعد على تفشيها، خاصه العادات اللي عندها اضرار عام ضارها ما هو الا فردي فقط. عود الحقيقه كل شيء كامل لا يساهم في تفشيها، والله في افشائها في المجتمع، هذا يكون حرام كحرمتها هي. وبالتالي كل من ثبت انه سهل ذلك او تعاون عليه، هذا يخضع لعمليه العقوبه اللي اصلا تخضع عليها هي، وهي العقوبه التعزيريه اللي يجتهد الحاكم بحسب خطر ما قام به هذا الشخص وحجمه، ويقدر العقوبه بحسب ذلك.
شكرا سيد فقيه. فقط قبل أن نتحول إلى الفسحة دكتور يعقوب، دكتور يعقوب معروف أن خاصة المدارس الأطفال أكثر ضعف أمام هذه المافيات، هؤلاء التجار، في وجهة نظرك كمختص كمراقب كمتعاطي مع الشأن العام عموما، كيف يمكن حصانة الأطفال خاصة في المدارس في 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 من هذا هذا؟ أنا قاعد ماني هذا ما هو لا تشارك غير الأطفال، لكن من حصانة أولا بعد قاعد من عند الأسرة نفسها، تربية معناتها يشير يلا يربع لأن شيء كامل شيء كامل اللي تقدر بعقله ينبه عليها ويعاتب منها شيء كامل ما هو صالح ولا قد يأثر عقله بأنه محرم أنه ما يلا يستعمله. هذا من جهة أخرى مالي ساكن المدارس يلا تراقب الأطفال اللي في سن معينة اللي ملاحظة لهم الشذوذ، مراهقين معناته تداخلهم على الأطفال، كل ما ينشاف يشير والله شخص في المدرسة يلاحظ إنه عنده أخلاق وعنده أعمال ما هي عادي، يلا ينبه والده ويلا ما اللي يحاول إنه ما يخلي عنده احتكاك حتى بالأطفال، اللي كل ما احتك بهم لا هي ينقلها من واحدين آخرين، حتى إنه قاعد يضطرب إنه ينطرد قاعد من المدرسة ياك ما يخرج تفشي للبيع. هذه مسؤولية المعلمين والمراقبين في القسم. عقب ذاك يشير ملي يلا العائلة كل شيء كامل ما هو واضح يلا والديه يعلموه بالنونين، يشوف شو ما هو واضح إنه يعلمهم به. ذاك من الأمور اللي مثلا يجي حد يبيع له شيء والله ينعتر شيء والله يشمو شيء والله ديركت ما يقوله لوالديه وقت يرجع لهم، وذاك يقد بطريقه غير مباشره يتم عن طريقه اكتشاف الخلل بسرعه ومعالجه القضيه بسرعه. شكرا جزيلا. اذا نتحول الى فسحه رمضان لهذا المساء، وهي فسحه مع هدى فقره في هذه السهره الرمضانيه. مساءكم سعيد مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في الفصحى لهذه الليله. مشاهدينا، ضيفنا لهذه الفقرة هو معروف لدى الكثير من المشاهدين، هو ممثل مسرحي، هو محمد والحوب. مرحبا بكم، سهلة. شكرا. أهلا وسهلا بكم. شكرا. الكثير من المشاهدين يعرفوكم كممثل مسرحي، ظهرتوا في العديد من المسلسلات اللي تنعرض دائما في رمضان وبعض من الأفلام، ولكن ربما ملامح شخصية محمد والحوب اللي ما يعرفوها المشاهدين لاهي نكشفان عنها. محمد والحوب هو دارس للقانون، حاصل على شهادات عليا ومهتم بالتربية، هو مستشار تربوي بوزارة التهذيب. مرحبا بك مسهلة ضيفنا الكريم. مرحبا سهلا. مرحبا. تعدد الاهتمامات لدى محمد والحوب، شنو هو سره؟ ندرى كانكم كنتوا اصلا تبغوا القانون، عقبتوا غيرتوا عدتوا مستشار تربوي، وغيرتوا عقب ذاك عدتوا ممثل مسرحي، والله ذا كامل يقد يخلط. اولا اشكر قناه الموريتانيه على الاستضافه، واشكر القناه طاقما وعمالا، واشكر المديره العامه لقناه الموريتانيه السيده خيرم الشيخاني، اشكرهم على هذه الفرصه اللي اعطوني، واعتز بهذه المقابله في قناه الموريتانيه، وانهم اللي تبث لي الكثير من الاعمال اللي انا نختارها ترى النور. بالنسبة لي أنا أولا كنت ندرس في التعليم العام، حصلت على البكالوريا، قمت بسنتين من الأدب في الجامعة، جامعة كلية الأداب والعلوم، جامعة الأداب والعلوم الإنسانية جامعة نواكشوط، فم تحولت وعدلت سنتين من القانون، من فم خلقت مسابقة المعلمين، عدلت المعلم وعدلتها في العيون، عدلنا مثلا كي نقولوا بالفرنسيه انفورماسيون اكسيليري سيما، هذيك الساعه الدفعات السريعه.
تخرجت من ثم عدت مستشار تربوي واستقريت بالعاصمة نواكشوط، تحولت لها باطعت مستشار تربوي هون، وما زلت إلى حد الآن مستشار تربوي. بالنسبة للتمثيل مارسته من 2014. تجديد على التمثيل؟ أول مرة. وكان هواية بالنسبة لك؟ كان هواية بالنسبة لي، وكان جيد عندي أني نمثل، وقط مارسته، وكانت رسالة عندي للمجتمع. وقط مارسته سابق 2014. ما زلت صغير ديك الساعة في ليسة بزويرات، كنا نعدلوا المسرحيات، وكنت في العروض المدرسية، هذا عروض مدرسية وعروض ملي في السينما ديك الساعة، عروض مسرحيته كان عندي فرقين قالها عكاظ ديك الساعة، عدلنا مسرحيات في ديرك، وعدلناهم في زويرات. ما قطعت منها التياتر؟ هي تياتر، عدلنا تياتر. تياتر كانت معروفة هون في نواكشوط، ما قدتوا منها؟ لا هون نواكشوط دخلت مباشرة في التمثيل. أول تمثيلي هو مسلسل قلوب بجيو، كنت معروفا باسم إيدومو. شنو أهم المسلسلات اللي كنت تمثل فيها؟ مثلت في مسلسل قلوب وجيوب لأول مرة مع المخرج يعقوب البياه، الصحفي والمفكر الكبير، وهنا أحترمه أرفع له القبعة أنه هو أول رجاج دخلني هذا المجال. ثم جاء دور بابا مين، المخرج ملي هون معاكم في التلفاز، في الجزء الثاني من وجوه من خشب، هو عام الأول. من ثم اتصل بي بعض المخرجين، وقمت ببعض الأفلام، منهم فيلم تي تابعت النعناع مع المخرج والسينمائي الكبير سالم دندو، فيلم سينمائي. ثم فيلم ملي سينمائي عدلته مع المخرج الشاب سيدي محمد والشيقر. فم أفلامي الأخيرة، مسلسلاتي الأخيرة، منها خويسر همو الجزء الأول عدلته مع المخرج المحترم واللي كله كثير من المحبة والاحترام مختار الإبراهيم، عدلنا خويسر همو الجزء الأول، وضارك معدلين خويسر همو الجزء الثاني، ومعاه المتكرر للمرابطون، عدلناهم الاثنين المرابطون، عدلنا ذاك الأول المرابطون، عدلنا هذا اللي المرابطون، المتكرر خويسر همو الجزء الثاني في مسلسل واحد. وعلى ما أعتقد حطاب الدشرة الموريتانية، المسلسل دارك الماشي اللي قال له حطاب الدشرة، مع المخرج والممثل والشاب المبدع سيدي محمد والبيلاه، هذا هو أساسا اللي قطع دلتان التمثيل. وبالنسبة لهذه المسلسلات كاملين اللي كنت تمثل فيهم، وحتى الأفلام، من دراش هي طبيعة الأدوار اللي كنت دائما تقوم بها؟ كان أدوار جادة، والله كانك تبغي دائما الأدوار اللي الأدوار ما هي سيانة خارج الأدوار الفكاهية. أخوي سرهمو دور الده، دور فكاهي، خارج الأدوار الجادة كيف دوري في قلوب بجيو كرجل أعمال، ولهين نتزوج بالشقالة، ولا هنا مشي هلي شور البادية، وذيك بعض الأحداث كاملة. هذا دور مثلا جدي مثلا، ولا هنا عقب نتعامل مع وزير، نعدل فضيحة مالية وشي ذكي. أدوار خشيت الأدوار اللي بالنسبة للممثل، ذيك الأدوار اللي تتناسب معه تول تختارها. والله المخرجين هم اللي يقترحوها عليك، تجربة منها تتماشى مع شخصيتك، والله تقد تبدع فيها أكثر. يقترحون هم طبعا، دائما يقترحوا علي، هم اللي يقترحوا علي الأدوار اللي نقوم بها، وهم اللي يسيروا السيناريو ويعدلوه، ويجيبوا لي أنا الدور اللي يقولوا لي ذا الدور ندورك تقوم النبي. نين نشوف أنا أني دور، مع أني قاع ما قد جابوا لي دور ما هو دور عاجبني، هنا هو الدور عاجبني أنا نمشي فيه، الدور ما هو عاجبني ما اللي نقول للمخرج نقدم له اعتذاري، والله نقول له أن الدور ما قد نعدله، والله ما اللي يقلوا هم اللي يتفهموا، هم ذاكم اللي يعطوني الدور، لا دائما قاعد يعطوني لا دور نقي، دائما يعطوني لا دور اختياري يعني اساسا. واضح. ومن الساعه اللي بداتوا التمثيل، انتم ذكرت انكم كنتوا اصلا مهتمين بالدراسه وحصلتوا على عده شهادات، من الساعه اللي بداتوا التمثيل مدركانكم اصطدمتوا بنظره المجتمع
درك كان فم حد من المقربين بالنسبه لكم من الاهل، ربما كانت نظرته تثبيطيه صح التعبير، والله ربما تعود ما هي ما يقبال مشجعه، والله كان المحيطين بكم كاملين يشجعوكم على ذا اللي توجه التالي اللي هو التمثيل. طبعا هو نظره المجتمع للفن ياس من الناس مازال، وخاصة العامية، هذا الخلق اللي ما هو قاري والخلق ما هو مثقف، يقول علينا الفن كاع ما هو مهم، أننا نلقاش واحد في الرواية ما هي مهمة، مع أنها هي مهمة، هي رسالة للمجتمع وتوعية للمجتمع. غير هم ما يدركوا، شاكين أنه الرواية ما هي مهمة، والله يحل فيها الناس الساقطة، والله الناس اللي ما هي من أصل خاسر قرايتها نافع، والله رواية وهذا قالوه لي أنا محيطي، وقالوا لي ياسر من خلقي، يقيرانا عندي رسالة للمجتمع، وندور نبين نواقص المجتمع ومشاكل المجتمع ونديرها على المحك، والمجتمع يتعامل مع هذه الروايات. احنا هو الممثل كيف الطبيب يمرق، احنا مجتمعنا كيف تمولي المجبنا ويعود حاسب الأمراض، يقير يقول لك ما فيها أمراض، هي الأمراض إلين تمسيها أنتية وتنعتيها المجتمع يعرف أنها موجودة، يقير يقول لك الخلق احنا ناس، مجتمع يقول لك نحن ما فينا هذا، واحنا ما كذا، واحنا ما كذا، وركي هذه فينا، هذا خلق لي مثلا في 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 التمثيليه اللي قاع حكما لا بيبليستي لوزاره الماليه وزاره الماليه عدلنا لها ذيك الساعه ديسبايت والله مقاطع وجبرت واحدين من الناس اللي عندها ناس انحكمت في ذيك الروايه في الماليه ومشات، قالوا إذا ما هو خالق وكيل موريتاني ما هو خالق، وهو عقبت وعدل تحقيق ونجبروا واحدين في المالية واكلين ونقاسوا بير ومشاو شهر بليد الولاني. احنا ما نطرحوا مارتر يقاش في شخص معين، غير نقولوا الداء راوه في بليد مسائل معين، ما نقولوا في شخص، شخص ومسائل معينة عين عليهم، شخص ومسائل المجتمع، تطرحوا نقاط على الحروف للمجتمع، واقع معين والله ممارسات تخلق تعدوا انتم عنها ادوار معينه. طبعا هي رساله فقط، احنا قالت ان وزاره الماليه عدلوا كذا، واحنا التمثيليات كامله اللي تقوموا بها تنطلق من الواقع المحلي، من الواقع، احنا نقولوا لا شيء في الواقع ولا شيء في المجتمع ولا شيء ما هو مارق الراوي ولا شيء يوجه المجتمع، نحن ما لنا جايين لياك ننقدوا فقط، نحن ننقدوا غير ما اللي نعطوا البدائل، نمرقوا البدائل نطرحوهم. المجتمع يتعامل مع ذلك. وبالنسبه لكم انتم الساعه اللي عدتوا تمثلوا، ترى كانكم لاحظتوا مع مرور الوقت مع المسلسلات اللي قدمتوها كان نظره المجتمع وخاصه المحيطين بكم بدات تتغير مع كل مره، مثلا تجيبوا مسلسل جديد كانوا بدأوا يقتنعوا باهميه المسرح واهميه طبعاً التمثيل. طبعا تغيرت هذه النظره، ياسر من الناس اللي كان يقول لي ان التمثيل ما هو زيان عنده قاعده، ياسر من الناس اللي يقول لي اني ما يلا نزيد في زيان عنده نزيد فيه، وضحت لهم الفكره، وضح لهم علني انا مثلا ورا ذاك اللي خالقه روايه دورت المشاهدين شاهدوها باختصار، اعلن الممثل اللي مثقف، والله الممثل اللي عنده خلفيه ثقافيه ما هو كيف هذا الاخر اللي ما عنده خلفيه ثقافيه، لانه ذاك ما يفاصل الامور، وهذا يفاصل الامور وفاصل مشاكل المجتمع، وخاصه انا واضح. اللي عندي عندي حاسه ادبيه وقط قريت الادب، ذاك ربما يعود ظهر في ادواركم اللي قمتوا بها. اذا شكرا جزيلا لكم الممثل المسرحي محمد والحوبه، كنتم ضيفنا في فقره الفسحه. مشاهدينا نعود للزميل فتن والمتالي وباقي السهره. شكرا زميلة عزيزة السيد أحمد وضيفك محمد والحوبة المسرحي والمستشار التربوي. نعود من جديد إلى ضيفنا الفقيه المرابط محمد الأمين لنسأله حول تقديم نصائح وإرشادات دينية من أجل تفادي حرمة المخدرات والخمور والمؤثرات العقلية بوصفها حرام وبوصفها أيضا مضرة بالفرد وبالمجتمع. طيب شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. دايما نختصر هاي التوصيات والتوجيهات في نقاط محددة لها صلة بالطبيعة الشرعية لهي الأمور، اللي هي اختار ننبه المستمعين كاملين المشاهدين وجمهور المسلمين عموما
لان كيف قلنا في بدايه حديثنا الاسلام جاء لاسعاد الفرد، وعلى ذلك من القواعد الاساسيه التي اسس عليها الفقه هي ازاله الضرر، الضرر يزال. سعد الله قال لهم العراق والسعود قد اسس الفقه على رفع الضرر، وان ما يشق يضرب الوطن. السيوطي قال الفقه مبناه على ما حررها شيخنا قواعد مشتهره بشك اليقين لا يزال، وان كل ضرر يزال. ولا طبعا منشأه حديث لا ضرر ولا ضرر، معناها كل شيء فيه ضرر على الانسان تجب ازالته. وهذه القضيه اللي نتحدث عنها الليله، اذهاب الضرر على الانسان كفرد وعلى المجتمع كمجتمع، على الكيانات بصفه عامه ككيانات، ضررها في جميع النواحي، جميع الدوائر المحميه للانسان، ضررها على الابدان، ضررها على العقول، ضررها على الاموال، ضررها على الاقتصاد بصفه عامه، ضررها على الاعراض والاخلاق العامه. اذا هي في الحقيقه جميع الجوانب المحميه للانسان واللي محقق له انسانيته ومحقق له مسؤوليته وخلافته في الارض هي مضره به. وعليها في الاساس نضع داركين ان مواجهتنا لا ماشي مواجهتنا للملخه العاديه الجزئيه اللي ظاهرة قد يكون محدود في دائره معينه والله في شخص معين والله في وضعيه معينه، هي في الحقيقه ظاهرها لا يشمل الامه باكملها. يدمر اقتصاد، يدمر اخلاق، يدمر سكينته، يدمر امنها، يدمر المجتمع ابدا وجودها كينونتها. اذا يجب ان ننظر له من ناحيه من اعتداء على ضرورات الانسان التي حماها الشرع له واتفقت عليها جميع الملل، ان هذه الامر المستهدفه وان المسؤوليه فيها جايستنا كاملين. بالتالي الافراد كافراد، الاسر كاسر، المجتمع ككل كمجتمع، الجهات المنظمه في المجتمع من سلطات ومن مجتمع مدني ومن غيرها، هذا كان كله قيس الى النواحي اللي هي. وعليك الاساس يا الله نعود ملي متعاونين ومكافحتنا هذا الموضوع اللي هو معناها ان يا الله تعود الاسره تعود 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 قائمه مسؤوليتها بنفسها، والفرد قائم مسؤوليته، والفرد يتعاون مع الدوائر اللي معنيه بحمايه الامور اللي هي من الشرطه ومن أجهزة إدارية ومن أجهزة أمنية على اختلافها، ومن هيئات ومجتمعات تهتم عندي هيئات المجتمعية تهتم مكافحة نوع الأمور. يا الله نعود كاملين عافينا، هذه من الأمور اللي يجب علينا أن نتعاون فيها، لأن الله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وبالتالي احنا واجب علينا نتعاونوا في الموضوع اللي هو من باب التعاون على البر والتقوى، وواجب علينا نكافحوا كاملين من باب متعاون نملي على مكافحة الإثم والعدوان، اللي الحقيقة هو إثم محرم شرعا، وهو عدوان هو اعتداء على الإنسان في فرديته وفي جمعيته في جانب الجمعي وجانب الفردي. إذا يلا نعود نملي داركين إن, 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 إن التعاون عليه على مكافحته، ونتعاون على العبادة، وتعاون على واجبات الشرعية نحن مسؤولون بالتعاون في سبيلها ومثابون عليها. إذا وهذا الشهر المبارك اللي تضاعف فيه الأعمال الحسنة، واللي السيئات فيه هم اللي أيضا خطيرة، لأن الذنب يعظم بحسب الزمان والمكان، كما أن العمل فاضل العمل عمل خير أيضا يعظم ويتعاظم بحسب الزمان. لذلك إن الشهر له بالذات يراد يقظين في الانتباه لهذه النواحي اللي هي، لأن الحقيقة مستعملي هذه الأمور اللي هي ومباشرين لها يستخدموها في رمضان، لأنه فرصة الناس تسهر فيه وتفتح فيه المقاهي في الليل وتفتح فيه المطاعم، وهذا يدعود مناسبة للتسرب هذا النوع له من الأمور وممارسته. ويضع علوم التبهين نراقب الأمور اللي هي، يعني بالحقيقة هو مستخدم هذه الأمور اللي هي مراقبته بسيطة، به اللي يلاحظ، به اللي أخلاقه فيها شذوذ، وفيه اللي من الناحية الصحية وضعيته غير طبيعية، من الناحية العقلية وضعيته غير طبيعية. هو جميع الامور كامله اللي تلاحظ بالنسبه لوضعيه الانسان بصفه عامه السلوكيه والاخلاقيه، هو في الحقيقه يخرج عليها. وعلى ذلك الاساس كلما وجدنا نشوز في المجال اللي هو عند اي فرد، انا يلا ننتبه ان الفرد اللي هو قد يكون من مستعملي هذه الامور ومن متعاطيها، يلا نعود دائما متعاونين على توجيهه وضبطه وحمايه المجتمع من ان يلحق به ضرر. شكرا جزيلا. تحول الى الدكتور يعقوب. دكتور يعقوب، بالنسبه
صحة الأطفال، كيف تقدم نصائح لما بعد المعالجة الأولية لهذه الأطفال من فترة نقاها، من طريقة التعامل بالنسبة للأهل، للأمهات، للآباء؟ هو عند الجراح عند معاينة الطفل يتبادروا المسألتين، مسألة الأولى إما يعود المرض مرض واضح، تشوه ولا مرض واضح، وبالتالي ما هو مستحق فحوصات استقصائية ياك يحدد المرض. في الحالة لا هي يعطى الفحوص اللي ما قبل العملية، وهي الفحوص الأغلبية فحوص نموذجية، ما نعرف فيها نسبة الهيموغلوبين في الدم، نعرف ما هم مشكلة مشاكل قد أدي نزيف مثلا ميوعة في الدم ولا شيء، والله ملي يعود الحالة الصحية تستوجب أنه يعدلوا الفحوص أخرين استكشافية ياك يحدد المرض. إني يحدد المرض يتركم لا هي يعدلوا لك الفحوص الأولية ولا هي تشاف المراقبة معاينة مع طبيب تخدير اللي هو لا يرقده. إني يشوف طبيب تخدير ويعطيه الموافقة، لأن موافقة على شكل ملف وفيه الأمور اللي عنده سوابق كامل، والعاب لازم الدم عملية معقدة والله شيء لازمها الدم ولا لازمها احتراز ولا شيء يعود مقيد فيها، ولا هي تعدل حالته استعجالية مثلا تعدل إذا كان يعدل في الوقت، حالته ما استعجالية لا هي نأخذ معلومات الطفل ورقم هاتفه ويعقبوا يتلفن له نهار اللي تجي. لين يجي الأغلبية عندنا ست سواع يلا يعود يفوتها ما ذاكش، هذا بصفة عامة وش ما ذاك نجبر في المشاكل بيلي شو ما ذاكش من الآباء يتخيل إنه العملية إنه يجي ويعود جاي موكل يشيره، وده جاي بيصطبح ممكن يصطبح وجاي بيعود العملية، هذا أساس يشير حد نين قال إنه عدوا العملية معناه إنه يلا يفوت على الأقل ست سواع ما ذاكش يروح يجي صايم. وعقب ذاك لا هي تجي الفريق اللي مسؤول عن العملية ولا هي ندخله في غرفة العمليات، عندنا وسائل أغلبية دائما الأدوات معقمة فهم نعدل العملية، وحسب ذاك عقب ذاك هم حالتين يعني لا هي ما تكون عملية سهلة وكي قلت لك ولا هي ما تستحق إنعاش معين، لا هي يراقب في جسد قسم عادي هذا فيه أدوية الألم ومضادات حيوية العادة لازم منها، وكثريتها ينطلص النهار مقد عقب العملية الأغلبية يشيل سوايع ما ضاك شيء أقل هرت سوايع هذا سابق هرت سوايع ما نوكلهم حتى اللي يأخذ تخدير عن نوع عاد واعي وعيان تابي اللي ذاك يدي له تقيؤ يعود يشيل ما واعي قد يدي له بالاختناق يقذف القذاف يمشي في المساكل التنفسية وش ملاك عود مضر على الصحة. والله ما اللي تعود عملية مثلا في الجوف وعملية معقدة الأغلبية نوكلوها لها بعد ظهور أعراض أخرين اللي هم عيان التام تششؤ أمور ذنبتها هي اللي تسمح لنا بأن نوكله، ووقت اللي تحسنت حالته جراح يلا يشوفه يعني يعرف كانوا قد يوخر يعطله شو يمشي بيه شو بيه والله مولية كانوا عاقب ذاك صار هم معاينات لابد منها عملية وعدلت فرص عليه يشير بعد أقل من أسبوع إنشاف الجرح كان في تعفن ياك العملية مثلا ما فيها مخلفات مثلا ما كانت متوقعة، وعقب ذاك بعد 10 أيام نقرأ عن السلوك نقرأ السلوك هم معاين مولي ياك إنشاف الجرح ياك مثلا طريقة التئام وياك التئام جيد ومن ذلك كان العملية بصفة مجملها كانها ناجحة، وهم معاينة خيم واللي نعرف بها مثلا تطور به اللي تركه ما هو كي تراجع كبار هي كي تراك هم نمو متسارع بتاقي تعدل عن عملية اليوم وبعد سنتين الله ثلاثة يعود هم لابد هم تدخلوا أخر الله هم الشيء أخر طرايا لابد يداوا معناها أن دائما هم مراقبة يشير ني يعود حكما الحق سن البلوغ طيب عنده علاقة دائما طيب في نقطة طبيعي. فقط مهمة في باختصار بالنسبة ذكرت أخبار الفحوص والصوم للأطفال، صوم الأطفال هذا اللي ملاحظ منتشر عندنا ياك ما عنده أضرار على الصحة؟ أنا شاك إن صوم الأطفال سابق 10 سنوات ما نجى إنه قد يعود وجب عليه من الصلاة سابق 10 سنوات إلا قد حد يخليه به اللي عدم أعطالهم فرصة الأكل يقدر ذاك يأثر على نموهم اللي في سكة فترة حساسة. عقب ذاك الصح بين 10 سنوات وسن البلوغ ذيك فترة يقد يتم يصير يحرض عليها يساعد ويشجع لأنه يصوم ياكاش ذاك يهيئه يعود بالغ بأنه يعود الصوم ما هو اللي يطرح المشكلة
غير ملي ما يلاه يعود فيه ياسر من شو يقولوا الاكزيجانس، معناها ياسر من الوقوف على عليه نيني يغمر والله شيء لا حد يخليه يصوني غير بعد مساعدته وتدخاله في جو الصوم تعريفه بانه بان هذه عباده تاهيله، هذا شان مشاكل ما يقدر لا يعود احسن. شكرا دكتور. الوقفه التاليه ضمن هذه الحلقه هي وقفتنا الثانيه مع زميل والرسام بونا الدف. اشكرك جزيل الشكر زميلي فتن. اللوحه وفات، هاي اللوحه قلنا في البدايه ان هادينها للتلاميذ والمعلمين واباء التلاميذ، سنه من التحصيل، سنه من 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 العطاء. هي مواد الاوليه بسيطه، اسفنج، حبل، اوراق، وورق قليل، والوان مائيه، زيد الوان مائيه بسيطة يقدروا يعدلوها له، يديروا يجملوا بها أقسامهم، يجملوا بها منازلهم، يجملوا بها حتى بيوت النوم. بسيطة للغاية، عدلتها خلال فترة البرنامج. ورأي الخيمة الرمضانية تهديها كذلك لجميع التلاميذ. أتمنى لكم متابعة مريحة لمجمل الفقرات، ورمضان كريم. شكرا جزيلا. شكرا أبونا طيان نصان مشوية. إذن نتحول بكم الآن إلى الأسئلة الفقهية ضمن هذه الفقرة. إذن ريثما تكون الأسئلة الفقهية لنتابع. سيد الفقيه، أنا عندي أسئلة. والدتي كانت قبلها السكر، فيها السكر وذاك رمضان الأول، وقطعت منه 6 أيام. من عاد رمضان ملي جينا الطبيب قال لنا لا تصوم، وذاك رمضان الأول قال لا تصوم. شو تعدلته؟ قد عدل الراقبة في المكان من رأي كان يجي المسجد، كان قد يجلس والله ملي عدل تحية المسجد. نحن أمال ونخلصوا، أنت ما عندك شيء وجي البنك ويلحق البنك إخلاصك شهر يقطعوا. كانوا جائزة، كانوا موجود تقريبا فيزا هي العين اللي نختلف سواء اخبار واجبات الصوم. انا يشرحهم الناس، ياسر الناس ما يعرف واجبات الصوم. انا عم بيت تمر، كان السيد ووقته ولا من قروي، ما هو حكمه هذا؟ نسال الفقيه ما هي اسباب عدم استجابه الدعوه؟ عندي واحد هم اللي قط عندي طابلون يشتم عنده، وتعاملت انا هو شوي من التناقل وذا، وتعاملنا على 4700 واعطيته 700 وقالت 4000، وانا هو ما اجبرته. من رايك 4000 شو سهله؟ لا نسول الفقيه، كان حد صايم كان المسك في تاثير عليهم، كما اصبح دار المسك كان بعض في تاثير على الصايم. كيف هو امام يصلي التراويح وهو ما عاتن على صلاته؟ اذا نبدا مع السؤال الاول، واللي قال لك عن والدته فيها السكر وافطرت 6 أيام من رمضان الماضي، لما جاء إلى الطبيب حينها أمرها بالصوم وفي هذا العام أمرها به كذلك، ما حكمها وماذا تفعل؟ وإذا الأمر ابتهلت والله ابتهلت، ما نعرف. على كل حال هو الطبيب رأيه أساسي في أنه علوم الأمور اللي هو اللي حدد إذا كان هذا فيه ضرر ولا ما فيه ضرر. والضابط بعد العام عند الشرع أن المرض أنه عنده وضعيتين، واحدة منهم يعود مفطر وجوبا الواجب عليهم ولا يفطر، وواحد يعود جائز الفطر. هذا اللي يعود الفطر فيه واجب، من يعود اللي خايف إلى اللي صام يسبب له الصوم هلاكا والله أذى شديدا. هاو الحالات الثنتين يعود واجب عليه يفطر، يعود اللي خايف يسبب له ذلك. الحالات اللي يعود جائز له فيها يفطر، يعني يعود اللي خايف من يسبب له مرض ما كان موجود فيه، والله خايف ويزيد فيه مرض كان قائم به، والله خايف ويأخر برؤه، هاو يعود كلهم جايز. واشرع ناطها لا بالخوف، ذاك الخوف إذا اللي جاء الطبيب يقدر لا يعود يعطيه مبرر، فعلا ذاك الخوف لا هو والله يرفع عنه. ولا اللي عاد الطبيب ما وحدة والله ما تمكن منه، هو بعد الشرع القضية ناطها لا بالخوف. زين به الشرع الأساسي فيه جانب الوقاية. أنا جانب وقاية الإنسان من أن يقع فيه ما يضره، هذا هو الأساسي. ذلك الوقاية مجمعين على وجوبها، بينما العلاج قاع عندهم محل خلافي. إذا هذه القاعدة العامة.
توضر كي الى عاد الطبيب قال ليش يلا لا تنتهي له قال له الطبيب لك هو الاكمل بالنسبه له. وعلى كل حال بعد الاعاده هي اللي تجري بتعاطاتها لان هي اللي صامت ان هذاك يرفع فيها نسبه السكر ولن ياثر عليها الا تقدر تفطر باللي مقدمين عود الصوم لا يسبب لها زياده في المرض اللي كان موجود والله تاخير برو والله يسبب لها قاعد ربما خايفه من قاعد يهلكها والله يسبب لها اذى شديد يشرع عاطيها الاذن في الفطر. هذا اللي قال لك من ادى الرقيبه فجرا في بيته هل يعفيه ذلك من تحيه المسجد كما قال؟ نعم تحيه المسجد. من تحيه المسجد. فعلا تحيه المسجد العلماء مختلفين فيها. بعضهم عدل انها لا يجلس حتى يصلي ركعتين من هذه ما هي مقيده قاعد باي ظرف زماني معناها لا يدخل المسجد حتى ولو كان في وقت نهي يعطي سيدك ركعات اثنتين. ومعتبر ان المسائل اللي معلله ان النهي الزماني ما مرتبط بها. كيف ركعتي الطواف وكيف توصل الى هذول الهموم وكيف ركعتي الاحرام هذول الهموم ما هم مرتبطين بذاك التوقيت اللي هو. وبعضهم معتبر ان في اوقات معينه ومنها فعلا بعد صلاه الفجر صلاه الفجر يا الله حد تصلي الى الرغيبه. والله الى عاد اللي فهم ورد بالنسبه له كيف تشفع وتطلع كذا ما ارقد عنهم ما تصلاهم والله شي كان يصلي اصلا ما كان يصلي هذا بعد طلوع الفجر لعاد ما لا يخرج الوقت مرخص في انه قد يصلي بعد طلوع الفجر وثم يؤدي صلاته بعد ذلك. الرغيبه يا الله كان ياخرها اللي يجي المسجد وتنوب له عن تحيه المسجد عندنا يبان عن تحيه المسجد هو كان يلطو يعدل. يا بتني اللي ما عدل ودخل إما ما يصلي هو يستبدلها بالباقيات الصالحات يقول هم يجلس فقط. والله أما اللي قلد المذهب الآخر اللي عند الشافعية وغيرهم في حي المسجد ويعتبر حي المسجد ما هي مرتبطة بظرف زمان. قال لك أخبار فيزا هذه قال لك استلفت من البنك وصار يقطع راتبي كاملا هل هذا جائز؟ كذاك يسحب واحد خلاص وسابق يموت الشهر مع الى عاد البنك اللي يقبض عليه الشيء مقابل الخدمه اللي هي تعود خدمه ما هي مشروعه به اللي عاد كانه حد كان البنك قابل شيء مقابل السلف والسلف يا الله يعود متمحضه فيه النتيجه للمسلف له المسلف ما يلعبها من النتيجه من يعود البنك اللي قابل نتيجه مقابل السلف يعود هذا ما هو جايز. والعاد اللي ما هم عدلها هم لا رسوم عاديه مقابل خدمه ولا شيء حاله لك شيء اخر يقعد لا باس به. قال ما اعرف طبيعه اللي معدل البنك شنو هو العاد اللي مقتطعها مقابل سلفه وبالتالي تعود ما هي جايزه بيد السلف يلا عود متمحضه فيه المنفعه للمسلف له. هو المسلف اللي مستفاد مقابلها تعود ايش اي سلف مثلا من عند بنك فضه مقابل خلاص فضه اخرى يعود مزيود عليه شوي لك موجه. الاخر قال اطلبوا من العلامه شرح واجبات الصوم لان كثيرين لا يعرفونها. على كل حال الصوم عنده واجبات ماديه معناها واجبات محسوسه الاخلال بها يؤثر بالصوم في الصوم يعود الصوم يخسر الصوم. الصوم يا الله حد يمسك عن شهوتي الفم والفرج من طلوع الفجر الى غروب الشمس. الاخلال بهذا يخسر الصوم. انا الى اللي يشرب يشقم والله الله والله كال والله وصل شيء للحلق من الاعلى يعمله عن طريق العينين والله عن طريق الانف والله عن طريق الأنف والله عن طريق الراس مسام الراس هذا يبطل هذا يبطل الصوم. وكذلك ايضا ملامسه النساء هذه مطالعه من الناحيه الماديه. حد نوى نيه الصوم من الليل سابق يطلع الفجر ثم بعد ذلك بعد طلوع الفجر امسك عن هذه الامور كلها ما وصل الحلق واي شيء سوى هو من مائع من اي منفذ من المنافذ وتجنب من لديك المسائل المتعلقه بالنساء هذا يعود صوم صحيح من الناحيه الماديه. فمن الناحيه المعنويه رجاك يعود الصوم وثاب عليه ثم اللي يعود يحجم عن المخالفات الشرعيه كامله. بيد الحديث قال من لم يدع قول الزور والعمل به ليس الا حاجه من يدع طعامه وشرابه. الصوم يا الله لا يعود عارف انه داخل في عباده
يعود يكف عن المخالفات الشرعيه كامله بجلال لموساه يصوم ايمانا واحتسابا ايه لموساه يعود الى اللي قاعد ما الصوم بالنسبه له تؤدى فقهيا به اللي ما يشرب ولا كال ولا عدل سميك المفطرات من الناحيه المعنويه بعد ناحيه الاجر يعود فرط فيه لانه يعني من اللي يسترتكب المآثم يعود الحقيقه الحديث قال ليس لا حسن يضع طعامه وشرابه به دي الغايه منه هي التقوى ومن انا قال لانك تعرفون الصيام وتعرفون عليكم لعلكم تتقوا الغرض من الصوم لياك يعود يدربنا على التقوى على انه في خلال الشهر اللي هو ما نعدوا مخالفات الشرعيه اللي نعود اللي ما وصلنا لهذا نعود الغايه من الصوم ما خلقت. هذا ربما يكون يتضمن اجابه للاخ الذي بعده اللي قال عنه يبيع التمر وذات مره ذاق منه واحده سهوا قال وانا صائم ما حكمي. اللامين يعود اللي هذا اللي ذوق صرطه ابتلعه يعود هذا يخسر الصوم. طبعا ما دام ما هو قاصد ما هو مكفر قال بعدين هؤلاء يخسر يعني يمسك ما يقدر يستعمل شيء غير متمن لا ماسك قال يعقب يقضي هذا اليوم ينعود اللي استرط من هذا اللي راي يقطع مسرطها. زين قال المتدخل الاخر ما هي اسباب عدم استجابه الدعوه؟ عدم استجابه الدعاء من اسبابه التغذيه بالحرام حد واكل شيء حرام والله شاربه هذا من المسايد اللي تجعله ما هو مهيئ لان تستجاب دعوته. ومن اسبابهم اللي عدم الاخلاص في الدعاء، معناها احد ما هو مستحضر ولا هو مخلص الاخلاص الكامل. لكن هم اللي يدعو لكن لا يقول كانه لغم. يا الله حد لا يدعي الله تبارك وتعالى يعود يعدله باخلاص ويعود مستحضر انه بين يدي الله تبارك وتعالى وانه واثق من الله تبارك وتعالى سيجيب دعاءه. هذه عوامل كلها من موجبات إجابة الدعاء، وهم اللي أوقات معينة الدعاء فيها مستجاب. كيف الوقت الأخير من الليل، تزيع الليل الأخير، الله تبارك وتعالى يتجلى فيه للعباد ويعود يستجيب لهم استجابة سريعة، وبالتالي من أوقات إجابة الدعاء، وكذلك أيضا الدعاء في الصلاة، وكذلك في وقت الأذان، يعني وقت سماع الأذان أو وقت من أوقات إجابة الدعاء. هنا في اوقات محدده منصوصه الدعاء فيها مستجاب، ومع انه في الاوقات كامله يعود اللي فهم الاخلاص والاستحضار يعود ذاك من موجبات الاجابه. قال المتدخل الاخر كان لي جار في العمل واشتريت منه بضاعه من قال هو تنقل هذا قال عنه شري ما عنده شيء من بضاعه بس بعت ب 4700 قال عنه سدد له منها 700 وية في الحال إلا أنني قال لم ألقاه بعد ذلك لأسدد له البقية اللي هي 4000 ماذا أفعل؟ لا يتم يبحث عنه يتم يسأل في مضان طلبه يتم يسول من هو شخص ضاع 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 له مبلغ معين في بضاعة باعها الحد ليش بعض شخص يقول ضاع لي انا مبلغ من امره ما هو كذا وكذا يعطيه عدده ويعطيه مواصفات كامله انا وملاه يعطيه لين تمضي عليه سنه هذا لك يتولى اللقطه ثاني تمضي عليه سنه هو يعدل هاي الحاله اللي هي ولا ايش بعض شيء هو اللي عاد يعرف قاع اسمه ياتو يسول عنه باسمه ومن يعود يعرف له قاع عماره والله اسمه والله شيء حاله لا اشكاله يعدل لا يعرف له اسمه ولا شيء اسمه شنو هو يا الله يتم والله يتم يلود عاد عرف ياتو يتم يبحث عنه كان يجبر ذاته في رمضان طلبه كامله. واذا عاد اللي ذاته ما هو ضابطها اللي عنده يتم يقول هذا يتم الاماكن اللي يقول انتم يا اخوتي الجماعه اللي هي اذا كان فيكم حد قطت بايع مع رقاش في شيء ومشى عنه سال يسال فيه شيء من الدين جزء من المبلغ يعني يقول له حد انا يقول له المبلغ شنو هو والبضاعه شنو هي. اذا يتاكد انه هو ذاته يتخلص من الباطل. حيوان. واذا اللي ملاك ينتم بسنه بهي الحاله اللي هي يقعد عادي يقدر يتصرف ذاك المبلغ لك هو يتصدق به وضع عدل سائل آخر سول عن المسك اللي هو العطور هل له تأثير على الصائم؟ المسك ما يبطل الصوم يا غير الروائح بصفة عامة ما هي من آداب الصوم الصائم يلا لا يتجنب عنه ذيك الروائح كاملة في رمضان خاف نهار رمضان ما هو ظرف مناسب له يا غير بعد لا شم رائحته والله ايش ما هو مقتل الصوم لا يؤثر به ما فهم رائحة تؤثر على الصوم تبطله ما هو ذاك الكلام اللي عندهم في عود هو اسمه هذا خارج نوع من البخور
نوع من الاعوال يعود دخانه، قالوا عنه يتغذى منه الاعصاب، انه ينتفع منه الجسم، لكن النوع ذاك هو بعض الفقهاء حذر منه انه لا يشم حد ربما يدخل فيه مال التطيب للجمعه في رمضان. هذيك هذيك سنه يا الله حد لا يحترم، يا الله لا يعدلها. هذه سنه منصوصه من السنن اللي معروف الشيء، يا الله حد لا يعدله. هذا لا يعود للتفكه يتوب. ايوه خارج عنك المطلوبات الشرعيه. للتفكه فقط يا تعود رمضان ما هو ظرف، ما هو ظرف مناسب. زين. السائل الاخير سال كيف يصلي التراويح من لا يحفظ القران جيدا؟ هذا غلط عند الناس. هو حفظ القران ما هو شرط في التراويح. التراويح عدد معين من الركعات يعدل وتكفيه وتجزئ فيه سورة الفاتحة والسورة مجزئين فيه. ختم القرآن في رمضان وقرايته فصلة، هذا ندب ثاني. حد يحفظ القرآن يعدله، وحد ما يحفظ القرآن يصليها بالطريقة اللي هي خليل قال وسورة تجزئ نص خليل. وتراويح وانفراد بها إن لم تعطل المساجد والختم فيها وسورة تجزئ مجزئ السورة. الختم ندب ثاني، ان حد يقرا القران كامل في رمضان هذا ندب اخر. يقرا حد ما يحفظ القران التراويح كافيه منها السوره. جميل. وافضل مد الانفراد بها في بيته من صلاتها مع الجماعه. يكون الى اللي عادل اللي ما جالس المسجد لا يتعطل جماعه المسجد، ما يعود المسجد فيه جماعه قائمته. لان اقامته في المسجد هذا مطلوب من الناس عموما، اللي يعود ما هم مده قائمه بذاك ذاك مطلوب الكفاية. يعود أفضل شيء المسجد، يعود يحصل له. جميل. إذا شكرا جزيلا سيد الفقيه على هذه التوضيحات المرابط محمد أمين. الآن نتحول إلى الأسئلة الطبية ضمن هذه السهرة. رجاج معدل عمليتين، واحدة معدلها شهر 12/2015 وواحدة معدلها شهر 2/2016. عمليات الأولى معدة عن مصران الزايد تقريبا، والثانية صار لعجو مجبنته كان قد ينصحه بالصيم. الأمر الأهم للصائم مثلا يتقدم به مثلا في الإفطار، وما هو القدر والكيفية وهكذا، يعني الوصفة الطبية في هذا الشأن. نسول الطبيب أن قابلني قشوش لو في أسبوعين سابق رمضان، وكان يقباني الله في الليل أكمل يبات مسحقني وني يحمل هاي يقعد علمه خف علمه عني، واللي صمت به زاد علمه علي. تنصبح قال ما قد تكلم وتونو كان عارفه كاني قلت متابع بيصوم والله مولي مش عاد الأخبار كيف إني حارم عبد فحص يقال خالق رواية فاطنة تملي إذا هي أنا من نفسي الثاني يقول عنه ما ينطق بالكلمه. والله ما نعرف قاعد خارج الجبال ما نعبره. يا كان قد الصوم والله ما الصوم. طبيب مسوي عن رقاش فيه المجبنه ويحس بكلوته، كان يقول تم صايم والله ما صايم قبل ما تزقنين دائما تقنين 200 تيرو. يعطونا موائمه بين الامراض السكري هذا السكر من درا كانهم يا الله يصوم والله ما الحالات اللي يا الله يصوم فيها شنو هي واللي تعقب استشارات نعطيه شكرا. رحمه الله. انا نختار نسوي للطبيب دائما اني نصوم رمضان تجيني حمى من حوالي مصباح لحوالي ميجي ما حدنا ترخيني. رمضان مازال منه تقريبا لا سبعة ايام والله من ايام ما حدنا تقل عني. اذا استمعنا الى هذه الاسئله لاحيلها اليك دكتور يعقوب محمد صغير واحدا تلو الاخر. الاول قال لك عنه سبق وان أجرى عمليتين إحداهما قال هو في مصران الزايد والأخرى في المجبنة، هل ينصحني الدكتور بالصوم؟ هو مصران الزايد ما الوقت اللي نقرع السلوك ولا تلهم أدوية عقب العملية معناها مضاد حيوي وأدوية الآلام اللي عطوا عقب العملية الأغلبية يدوم أكثر شيء 10 أيام عقبها قد يصوم ما في مشكلة، غير عملية اللي في المعدة هي اللي ما عرفنا شنو. ما هو اذا لابد من يجي الطبيب يوضح له. هي لا يوضح له عاد عمليه مثلا استئصال عاد لا انقبضت منها عينه والله عدل له ركور المعده، لكن ما نلقى انه في مشكله يكون يعود طبيب الجهاز الهضمي قال له انه مثلا انه ما يصوم.
هذا أحدهم سأل عن أهم ما يجب أن يقدمه الصائم في إفطاره، وماذا عن قدره وكيفية تناوله باختصار، ما هي الوصفة الصحية في هذا الشهر؟ بصفة عامة هو عند الفطور يلا حد يبدأ بشيء السكريات اللي امتصاصها سريع، ذاك تزيد طلع نسبة السكر في الدم، عشان ذاك الأغلبية يجبر في التمور، والله في هذه المعاجين مثلا كيف هذول كاتو اللي سكرهم يقعد سريع ويدخل في جسم رابيد ما عقب أنا بسرعة عقب الإفطار. عقب ذاك مسألة أساسية هي عدم الإكثار من السوائل، بالإكثار من السوائل لا يمنع الشهية، والصائم ما تلاقي قد يأكل عقبك لا هي ينبدن، ويلا حد لا يأكل بطريقة متدرجة كيسون تمرات وكاس من الماء، وعقب ذلك حلويات عاد متوفرين، عقب ذلك يحاول يأكل شعود خفيف سابق الصليب اللي يأكل ثقر سابق الصليب قد ما يركز وقد يقلع عليه ذاك وقت الصليب، وعقب ذلك يتعشى. والسحور يلعود بمواد امتصاصها يقبل الوقت، اللي هم كيلو أرز كيف يعود فيه الأمور اللي امتصاصها طويل، والأمور اللي تعطي الماء اللي هو كيف ذاك مثلا الأرز في الليل ولا كسكس ولا شعود يقبل الوقت ياك الجسم يستفاد منه مثلا ما يمتص بسرعة، ويلا ما يعود فيه حبة اللي يعود فيه فواكه إذا كاش ذاك يعطي الجسم من السوائل الكافية، وعود ملي من ناحية الكم ما هو ياسر. هذا هو بصفة عامة. جميل. السائل الآخر قال انتابني قال قاشوش أسبوعين قبل رمضان لما صمت به زاد، قال عن الحشران عليه، هل أتابع الصوم كما قال؟ هو بصفة عامة نور الله القاشوش لا ما يعود ناتج عن حساسية، والله هم مشكلة التهابية في نقر الرئتين، وهذا يستوجب ان هلقاش عدلها الرجواش عدلها الفحوص لنعرف مشكلته شنو هي. بصفة عامة هو الصوم ما يلا يأثر على القاشوش، قد تقول يأثر على مشاكل الجهاز البولي ولا الجهاز الهضمي اللي هم الأجهزة اللي مسؤولين عنه، غير القاشوش لكن لا مع انه قد يعود يعني برونشيت مثلا التهاب الكوبيبات الرئوية تعكر ويلا حد يعرف حالته وحسب ذاك اللي قال يعود. ربما أحيل إليك السؤال الذي كنا قد طرحناه على الفقير لأنه مهم جدا، هو قضية مرض السكري، ماذا هم يصوم مرض السكري ذاك خلق فيها نقاش كبير، ولا هو شيء قدنا هي صفة عامة. هم السكري رقم واحد اللي ملاه يستعمل الإنسولين، وذاك الأطباء مرض الغدد مرض السكري يجمعوا كامل عن ملاه ما يلا يصوم به اللي هم حقن، وش ذاك الصوم يقد يطيح له السكر ويقد يقدر به الصوم خارج الصدر اللي يقولوا له الإجابات مثلا السكري رقم اثنين، وذاك يختلف ملي حسب 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 مثلا الدرجه اللي فيه درجه يعود هم كاع شو يقولوا له المخلفات اللي تخلق مثلا كيف مشاكل العينين مشاكل في الكليه مشاكل في الدم، وهذا كل ما عاد هم مخلفات الاطباء يقولون انه ملاه ما لا يصوم خارج اللي منه الشكل خفيف مثلا يقبضوا له حبه ويقبضوا له الرياضه وذاك ملاه يقد مثلا يقد يصوم حسب هذا اجمال غير بعض ويختلف بعد من الشكلين، حد طالع له السكر وحد نازل له السكر يختلف من وفي شيء يقولوا له وراثي يخلق الاغلبيه يخلق عند الناس صغار وملاه لا بد له من يدير الحقن الانسولين، هذا ينقال له جابت تيب ا وشو ذاك تستحقها الناس اللي جابت تبدو اللي كيتك عندها إما السكر طلع بدرجة ماتر الحب مزي في شيء والله هم التهاب طلعوا زايد، وبالتالي يبدأ من الحقن وذا ذهنا من الحالات الصوم ما هو يلا هذا اللي منه يقوله يقبض الحبوب اللي جليكوفاج والله يقبض السيلفاميد يقولون لهم هذا درجات ما الصوم يقد يعود يختلف غير بعد الاحتياط حد يأخذ طبيب السكر سكري وذاك الله يقول له عوده هو ما هو شيء قد حد مثلا ما هو شيء قد يجاوبكم في طريقه محدده غير هذا بصفه عامه. زين قال احد السائلين قال عن في بعض المرات يصاب يعني قال له دريك لسان بحيث قال لك اجد صعوبه في النطق وادخل حاله قال عنه ما يقدر يعبر عنها، هل بامكاني ان اصوم؟ هذا والله قاعد يفحص باللي ثقل اللسان وعدم الكلام يقد يعود ناتج عن شو يقولوا لزائيتي مثلا
تجلو طاح يخلو في الدم شوي تخثرات في الدم يقيسوا مركز الكلام ويعود لك اثر عليه يعني يلا حد بعد يقيس طيب اعصاب يعني بعد يوقف الموعد يغير بصفه عامه ما هو شيء قدنا ما هو شيء تحدي بحسب باطئ حسب العين يغير على شخصه بعد قال اي طيب في سؤال اخر قال من يجد قال هو المجبنه هذه ويحس قال عنه بكلوت هل يواصل الصوم ام لا؟ زقني قال هذا خطر هو واحد السبيب انا عندي لا 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 يصوم صوم بعد اولا وعقب ذاك يقص طبيب الكلى اساسا يشوف ياك ياك مهم حشره ياك مهم حصيات كلويه اللي مثلا مانع للصوم. قال لك سائل اخر المصابون بالسكري متى يصومون ومتى يفطرون؟ طبعا هذا اجبنا عليه. اخر قال عنه لين يصوم عنه تجي الحمى مع الصباح حتى حدود منتصف النهار وتستمر معه هذه الحاله حتى اسبوع قبل نهايه رمضان. اسال عن توصيف حالتي وهل علي ان اصوم كما قال. هذا دا يقعد فيه شنو الوهم متو بيلي الصوم ما يغير الحمى ما يقعد يطيح. اقعد مع النظام في واحد اخر قال من حين لاخر احس ان يحس عن عينيه قدامهم ظلمه قال عن خلق معاه هذا الامر منذ 3 اشهر يدور توصيف لهذه الحاله لكن لا كيف لكن لا كيف كيف كيف, 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 كيف صاحبه اللسان اللي ندروك نفس الاعراض يدور قال توقع على طبيب يلا طيب اعصاب ولا طيب عيني واحد قال عنه نين يوكل كثير عنه يصاب مرض الرعشة والله أكل ما يوكل ياسر عطي يوكل ياسر قال عن مصاب بالرعشة هل يعمل ويعمل الدواء 3 مرات في اليوم هل عليه الصوم وإن لم يصوم فهل عليه الكفارة وقال عنه لازم له انه يستخدم هذا الدواء جرعات ولا يستطيع الوقوف ان يوقف فما تقدر يوقف. هو الدواء يعود تقسيمه في اليوم ما يقدر يصلح مع الصوم والدواء لابد منه الصوم معناه انه لا مخلي هذا احد مريض وتوما هباس ولا احد يخلى الصوم. شكرا اخصائي دكتور يعقوب. نتحول الآن بكم مشاهدينا الكرام إلى ذاكرة الخيمة الرمضانية مع زميل حمزة عيلان. من قرية باميرة بولاية الحوض الغربي بدأت قصة نبوغ العلامة العبقري محمد عبد الله ولي المصطف، وبها بدأ أولى مراحل دراسته المحضرية، حيث حفظ القرآن الكريم ودرس بعض المتون الفقهية ولما يتجاوز بعد سن الطفولة. وفي عام 1990 نال الإجازة في القراءات العشر ليستمر في رحلة طلب العلم التي كرس لها حياته، وقد درس على العديد من العلماء ونال من بعضهم تزكيات حول معرفة المستجدات الفقهية. وبعد إكمال دراسته المحضرية توجه إلى الدراسة النظامية فتميز فيها هي الأخرى، الأمر الذي خوله ولوج مجال التعليم العالي، فعمل أستاذا بالمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية ثم مديرا للتوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي. وإلى جانب ذلك ظل ينشر العلم خلال حياته القصيرة بحساب الزمن الطويلة بمقياس العطاء. رحم الله العلامة محمد عبد الله ولي المصطف وأسكنه فسيح الجنان. إذن رحمة الله على الفقيه. اشتركنا معا بعض أيام الإذاعة، إذاعة موريتانيا، كان مهذبا جدا ولطيفا جدا وصاحب خلق كبير. هل لديكم أي مواقف معه؟ أو هذا الرجل أعرفه شخصيا وأعرفه فيه كثير من الفضائل، موسوعيته العلمية وأخلاقه الرفيعة وشغفه دائما بتعليم الناس العلم، لأنه الحقيقة حياته كلها عندها الرد على الأسئلة وتعليم الطلاب، وكان الحقيقة مثال في الشاب اللي ملتزم أخلاقيا واللي مضحي حياته كرسها كلها للعلم تحصيلا ونشرا.
الله يعين عليه. كانت حقيقة مصيبة كبيرة في فقدان الأمة، لأنه حقيقة حكم شاب متميز. رحمة الله عليه. تفضل أستاذ. أنا أتذكر السنة اللي جست قبل وفاته، كنا في الرئاسة وقت عشاء اللي يجرى في الرئاسة مناسبة رمضان، وكنت لا أعرفه كثيرا، وبدأ يمازحني ويقول لي من العلم علماني، علم طبي للأبدان وعلم الشرعي للأذهان، ويقول حاجة اللي معاه واحد من الفقهاء، يقول إحنا هذا ما فينا ما نعرف وجهنا، العامر جاء لا يعود هون في هذه الجماعة، وشاء القدر بأنه وفاته هو السنة المقبلة، وفاته قبل أيام. أثر علي كثيرا بيدي لا ذكر اللحظات اللي فوت معه. أنا كنت أحسبه مغلقا من سبيلي وما يرفد عينيه رحمة الله عليه، وذلك الدقائق لاحظت أنه مريح بدرجة عجيبة، ورحمة الله عليه. الله يرحمه إن شاء الله. رحمة الله علينا وعليه وعلى جميع المسلمين. اللهم بلغنا رمضان. إذن فقرتنا الأخيرة هي عودة إلى الزميل بونا الدف الرسام. بارك فيك ان شاء الله. مبارك. السلام. الحبل قطعه السفنج ورق ان شاء الله. بحر هديه التلاميذ. الله يحسن من العطار. تعب المعلمين واختم اولاد احمد يدويه التنور. شيء جميل. شكرا. هذيك طلبتي قبيل والله. على كل حال سقريتني بعد عن قلت التوقيع عليه وقع عليه شور الدار. إذا مشاهدي الكرام فقرتنا الأخيرة من إعداد زميلي المبدع ناصر ناجي، وهي حول الإمساكية اليوم غد. إذن مشاهدينا الكرام وصلنا بكم إلى نقطة نهاية سهرتنا الرمضانية لهذه الليلة. نرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم خلالها. أنقل باسمكم جميعا أشكر ضيفي الكريمين الفقيه المرابط والمحمد الأمين والدكتور يعقوب والمحمد الصغير أخصائي جراحة الأطفال. شكرا كذلك للمخرج بابا مين، وشكرا لكل فريق العمل الذي واكب معنا هذه السهرة الرمضانية. غدا تلتقون زميلا آخر في حلقة جديدة وموضوع آخر. السلام عليكم.